صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في حلقاتنا بنتطرق المواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال مداخلاتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بس قبل ما أذكركم بأرقام التواصل أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق أحمد سلام، وفي الإخراج نمر محمد، وتشاركني اليوم الحلقة زميلتي آمنة العلي، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. حياكم الله ويانا، صبحكم الله بالخير جميعا. صبحت الله بالخير آمنة، صبحت الله بالخير. زمان ما قدمنا ويا بعض. هي الصراحة أنا اليوم سعيدة أني أقدم معاك، لأن الحلقة دائما معك دكتورة عاشة تكون فيها روح حلوة وإيجابية. وبداية الحلقة دوم أوجه سلام أمي حقتي لأنه وايد تحبك وايد تحب حلقتك. الله يسلمها، وها سلام خاص مني. الله يسلمها. نذكر المستمعين يا آمنة بأرقام التواصل. نعم مستمعينا الكرام، أرقام التواصل معنا واللي هي 600551414، ولرسائلكم النصية القصيرة اللي نسعد فيها دائما 4006. سبحان الله آمنة، يعني يمكن الأشخاص يحسون أن احنا في الإذاعة وبعيد عن الناس وما يشوف حد أو حد يشوفنا، بس لاحظت خلال تجربتي في الإذاعة أن بالعكس تحسين أن الناس تسمعك، تحسين بوجود الناس حواليك. بالضبط، الرسائل تخليك تتفاجئين أحيانا. يعني احنا تعودنا على مثل ما يقولون التفاعل المباشر من خلال وسائل صحيح. التواصل الاجتماعي صحيح. أما وسائل الإعلام التقليدية تحسين أن هل هناك حد يسمعني، إذا تسمعوني كلموني على الرسائل النصية القصيرة، لأن تحسين التفاعل مو بنفس الوقت، غير لما يكون لايف، غير لما يكون مباشر. صحيح. يعني هاي التقنيات الحديثة خلتنا نحس أن هل الإعلام التقليدي في ناس يسمعونه، ولكن من خلال برنامج صحة وسعادة اكتشفنا أن لا، لنا جمهور ولنا ناس تسمع. صحيح. ولنا ناس تسأل. صحيح. وكثير ناس صح. يعني في نهاية الحلقة أحيانا في رمضان أتذكر بعد شهر طويل وصلتني رسالة أسعدت قلبي وأثلجتها، قالوا لنا شكرا على كل الأشياء اللي قدمتوها في رمضان وإحنا سعيدين بالبرنامج. فأنا سعدت بهالرسالة، حسيت أن لا، جهدنا في رمضان فيه كان ناس تسمع ومتفاعلة معانا. وطبعا إذاعة نور دبي غنية عن التعريف دكتورة. صحيح صحيح. لها جمهور كبير ليس فقط يعني برنامج صحة وسعادة. صحيح. وجميل الناس تعطيك يعني مثل ما نقول المدخلات، يعني أو الأشياء اللي تحتاجها أو الاستفسارات اللي عندها. في استفسارات معينة يمكن ما تخطر على بالنا، بس تخطر على بال أشخاص في المجتمع نفسهم تعرضوا لها الموقف، تعرضوا لها الخبرات. فجميل يعني نتناقش فيهم في هذه الاستفسارات، أي استفسارات أو مداخلات تكون عندهم. هاي الأشياء كلها تثري البرنامج وتعطيه هدفه اللي نحن بدينا البرنامج على أساسه، هدفه أن نوصل هذه المعلومة لأكبر شريحة في المجتمع وكل شرائح المجتمع. بالتأكيد دكتورة، هذا هدف مثل ما نقول برنامج صحة وسعادة. وبعد ما ننسى أن نحن نحاول كثر ما نقدر نقدم لهم المفيد، يعني ولو أنا دوم أقولهم لو طلعنا اليوم بهالحلقة استفدتوا منا معلومة واحدة نكون أدينا الرسالة اللي علينا. هذا وايد مهم. ننتقل لفقراتنا يا آمنة. أول فقرة اللي هي مثل ما تعودنا خبرنا المحلي والعالمي. اليوم بنتحدث عن موضوع مهم وطبعا يشد انتباه الجميع، اللي هو بروتين يساعد في الحفاظ على صحة القلب ويخفض الكوليسترول. تعتبر البروتينات اللبنات الأساسية للحياة كواحد من المغذيات الرئيسية الثلاثة إلى جانب الكربوهيدرات والدهون، ويركز أخصائي التغذية على تضمين البروتينات في نظامنا الغذائي اليومي. ووجد الباحثون في دراسة نشرت عام 2019 في مجلة Advances in Nutrition أن المشاركين في هالدراسة اللي تناولوا معظم البقوليات والبقول شهدوا انخفاضا في الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 10% وارتفاع في ضغط الدم بنسبة 9% وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 8%. ووجدت الدراسة أيضا أن تناول الفاصوليا يساعد في خفض نسبة الكوليسترول. وتوصل إرشادات الغذائية الأمريكية للأمريكيين بأن يأكل البالغون ما مقدار 3 أكواب من البقوليات بما في ذلك الفاصوليا في الأسبوع. وأكدت الإرشادات على أهمية تناول ما مقداره 0.5 كوب من الفاصوليا على وجه التحديد كل يوم.
دائما يخطر على بالنا بما ان بروتين نفكر دا يعني على طول بالبروتين الحيواني بالتأكيد. اللي هي اللحوم الاجمال، يعني مرات كثيره نتناسى البروتينات اللي موجوده حتى في النباتات او في البقوليات، يعني اللي هم هي معلومه مهمه مهمه دكتوره جدا فاصوليا، يعني مهمه ما يفي بالك تقولين ان هذا ممكن بتاتا يحافظ. او البقوليات كعموما. يعني دائما البروتين نفكر دائما بالبروتين الحيواني ونتناسى البروتين النباتي اللي اصلا له اهميه كبيره، أكيد والواحد يقدر يغير حتى بدل ما يعتمد على اللحوم فقط يقدر يعتمد على هذه النوع من البقوليات لأن تمدنا بالبروتين كذلك. يعني نقدر نقول اليوم خبرنا حق اللي يعانون شوي من الكوليسترول وعندهم مشاكل يقدرون إنهم صحيح يتجهون إلى نوع من البروتين واللي هو الفاصوليا، يعني مو بس البروتين الحيواني دكتورة. صحيح أكيد. والحين طبعا نستكمل فقرات برنامج صحة وسعادة، وما ننسى فقرتنا الأولى الحيوية والأساسية مع زميلتي أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بهيئة الصحة بدبي، بتحدثنا عن آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور سرو عليك وعلى كل المتابعين إذاعة نور دبي. صباحك نور أسماء. صبحكم الله بالنور دكتورة. اللي هي خطة الجولة في قنوات التواصل الاجتماعي، مثل ما تعرفون البارحة كان يوم العالمي للمتبرعين بالدم، وكنا نحن في هذه المناسبة كنا حاطين مجموعة من النصائح أو مجموعة من الفوائد مثل ما نقول اللي تعود بالنفع من التبرع بالدم. هي أربع أشياء رئيسية وفي أكثر من شيء، لكن الأربع أشياء الرئيسية أن التبرع بالدم عمل إنساني يساهم في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين. الشيء الثاني، التبرع المنتظم يقلل من احتمال حدوث الجلطات القلبية والدماغية. يساهم التبرع بالدم في تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة، وكذلك يساعد الجسم في التخلص من نسبة الحديد الزائد في الدم. هاي تقريبا الأربع فوائد الرئيسية. التبرع أيضا هذا كثير من الفوائد الموجودة، ونحن دائما ننصح بتبرع بالدم لأن التبرع بالدم هو الشيء الوحيد إن الواحد ما يقدر يشتري بفلوس، لكن لازم صحيح. يكون من خلال التطوع الشخصي ونفس كل المتبرعين لأنهم يجون حبهم في إنقاذ حياة الآخرين. نعم تأكيد أسمع. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها إن نحن حاطين الدليل التوعوي الإرشادي لمرض جذري القردة، وموجود في حسابنا على إنستغرام أجا هايلايت، ما يدخلون الحساب بيشوفون الدليل موجود من ضمن الهايلايتات الموجودة، وهو ما حطينا الهايلايت إلا جذري القردة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية موجود، بس يحتاجون يدخلون يضغطون على الرابط وراح يطلع لهم الدليل كامل الخاص بهذا المرض. الدليل موجود لنشر الوعي حول مجموعة من الأشياء. أول شيء يتكلم عن المرض بشكل عام، شو أعراضها، شو العلاج، وكيف أصلا طريقة الفحص اللي تكون، وأيضا يعرف المصاب وش الأشياء اللي لازم يسويها المصاب، وأيضا يعرف أنه مخالط وشو لازم يسوي المخالط. وأيضا هناك مجموعة من الأسئلة اللي كانت توصلنا من المجتمع تم إضافة الأسئلة الأكثر شيوعا في أيضا في هذا الدليل. وأيضا هناك الفرق بين جذر القردة وجذر الماء، وهذا أيضا موجود من ضمن الدليل. فالدليل شامل في كل المعلومات اللي كانت تصلنا واللي ممكن تخطر على بال أي شخص يقرأ عن أي مرض جديد أو مو جديد، هو المرض مو جديد لكن معلومات إنه يوصل لمنطقة هذه الدول هو جديد. لذلك دائما نحن نشجع التوعية توعية توعية. صحيح. كل ما كنت أنت واعي كل ما كان التصرف خلال أي شيء يستوي أفضل. صحيح. لذلك موجود في قنوات التواصل الاجتماعي حسنا منهم كلهم اللي يدخلون قنواتنا ويحملون الدليل عندهم. واختيار المكان اللي بعد أخذ منه هذه التوعية والمعلومات جدا مهم يا أسماء، يعني ما أدور في أماكن ما موثوق فيها أي حد يكتب فيها، فهذا شيء مهم. وأصلا يعني دكتور المعلومات اللي موجودة كل واحد يحط من عنده، فدائما نحن ننصح الجميع أن يأخذون المعلومات من مصادر موثوقة أو مصادر معتمدة. وأيضا لذلك نحن حطينا كل المعلومات اللي ممكن هم يحتاجونها موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، ويعني في النهاية أيضا إذا عندهم أي استفسار أو أي عندهم أي سؤال أو حابين يعرفون أي معلومة يقدرون أيضا يتصلون على مركز الاتصال 8342 أو يقدرون يكتبون على قنوات التواصل الاجتماعي، وراح نحن ناخذ كل هالأسئلة نحولها لفريق الصحة العامة عشان يوفرون الأجوبة ونرد نحطها في قنوات التواصل الاجتماعي. فدائما أسئلتهم وملاحظاتهم وأيضا
الأشياء اللي هم يبون يشوفونها في الحساب، نحن دائما كل قنواتنا موجودة عشان نسمعهم. نعم، ألف عافية يا أسماء، ونتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا لك أسماء الجناحي، ونتمنى لك أيضا الصحة والعافية. دكتورة أسماء حدثتنا عن موضوع مهم اللي هو بالأمس كان اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. صحيح. واستضفنا شخصية جميلة، إذا سمعتي البرنامج كان معنا أخونا محمد الغرير، حدثنا عن تجربته في التبرع بالدم، وأيضا بنستضيف الأسبوع القادم متبرعين دائمين لمركز دبي للتبرع بالدم. ممتاز. يعني دكتورة هالأشخاص كم أثلجوا صدورنا، وكم يعني الحديث عنهم يعني قليل، لأنهم يقومون بهالشيء من طيب خاطر. صحيح. مثل ما نقول ما ينقذ حياة شخص ينقذ حياة أكثر عن شخص. يعني هذا الدم اللي يتبرع به يتنفصل مكونات هذا الدم لكذا حاجة، أشخاص في يعني في خطورة، حياتهم في خطورة، ويحتاجون هذه يعني يعني الدم هذا اللي متبرع فيه. أكيد. حتى حدثنا نوه لموضوع مهم، يمكن مو الكل يدري إنه مو بس تقدر تتبرع بالدم، تقدر تتبرع أيضا بالصفائح الدموية. صحيح. فكان حديث شيق، ومجرد كلامه اللي أسترجعه أمس إنه كان يقول إنه لو إنسان يقدر يتبرع بالمال عادي بصير بتبرع بالمال، بس الدم مو كل حد يقدر يتبرع فيه أولا. صحيح. وثانيا ممكن إني أنا أنقذ حياة الأشخاص بالتبرع بالدم، فكم تسوى هذه يعني يعني مثل ما نقول اللفتة الإنسانية من هذا الشخص. صحيح. يعني يتبرع دكتورة 32 مرة تبارك الرحمن، ما شاء الله عليه. وإن شاء الله نحن في الحلقات القادمة أيضا بنستضيف متبرعين دائمين لمركز دبي التبرع بالدم. إن شاء الله إن شاء الله. وهالشيء يعطي تشجيع لبقية أفراد المجتمع كذلك، أنهم يتعرفون على التبرع بالدم، ويتعرفون على ناس خلال يعني منصة الإعلام كذلك، أن شو تجربتهم كانت في التبرع بالدم. أكيد. وكيف حتى نوه الأخ أن كيف سهولة الإجراءات، قال أن الموضوع جدا سهل، وإن شاء الله بعد هذا الفاصل بنقول لهم كيف ممكن هم يتبرعون بالدم. ولكن بنطلع معاكم مستمعين الكرام فاصل وبنرجع. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005-5114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا في برنامجنا مرة ثانية. آمنة، قبل ما نطلع فاصل كنا نتكلم عن تجربة يعني شخص من المتبرعين بالدم اللي ذكرتيه محمد الغرير في حلقتنا البارحة بخصوص التبرع بالدم، وذكر أن سهولة الإجراءات قبل حتى الشخص نفسه ما يتبرع بالدم. في ناس كثيرة يمكن تتخوف من هالموضوع على أساس أن الإجراءات يمكن تكون طويلة أو تأخذ وقت. بالتأكيد ناس كثيرة يعني قال أن تجربته، يعني دكتورة قال أنا مجرد أفتح تطبيق هيئة الصحة بدبي، يعني أدخل على خدمة دمي موجودة. نعم. في تطبيق هيئة الصحة في دبي، يقول في أسئلة لازم أجاوب عليها، لأن يمكن أكون مسافر، يمكن أكون صحيح. مثلا رايح دول معينة، فهاي الأسئلة أجاوب عليها ويطلع لي باركود، أتوجه لمركز دبي للتبرع بالدم، يمسحون الباركود، يقول نص ساعة أنا طالع. فيعني كيف يقول أن الإجراءات هاي سهلة، يعني الواحد بيكون يعني رايح يعمل عمل إنساني، ولكن حتى بطريقة سهلة، سهولة الإجراءات، وقال صحيح. ما ياخذ وقت مني، وقال لا تخافوا ترى الإبرة ما تعور على كلام الأخ محمد الغرير، مو كلامي للأسف. يعني للأسف والله كنت مرة من المرات إحنا نصور حق مركز دبي للتبرع بالدم، يعني كان ودي قلت له ما كان في يعني كنا نباب بنت يعني لوكل، وكانوا كلهم يتبرعون أماكن في المكان هذا، وما شاء الله صدق شفت إقبال على التبرع بالدم تبارك الرحمن. في ناس يعتبرونه مهمة إنسانية وواجب يقدمونه للدولة وللأفراد. صحيح. يعني أنا ما توقعت أشوف يعني ناس جالسة تتبرع صفائح دموية. صحيح. ثقافة التبرع بالدم انتشرت بشكل كبير. الحمد لله. الحمد لله. ومو بغلط ان احنا نرد نشجع. أكيد. فيها. فقالوا لي والله ان ما قال لي انت اختي لازم نعطيك دم. انت عندنا نحن بالوراثه فقر الدم. صراحه زعلت، كنت ابي اجرب، يعني قلت حتى هو في فايده حق الانسان حق صحته. أكيد. فاللي ما عندهم بالوراثه فقر الدم
من شيك عليك أختي لازم نسأل نعطيك أنت. هذه نقطة مهمة بعد، مثل ما نقول أن الأشخاص يمكن تقول يمكن يعرض حياتي للخطر أو أن في أشياء، بس أن قبل حتى أي شخص ما يتبرع بالدم في تحاليل معينة أو فحوصات معينة يعني بسيطة فيها وبسيطة، وتبين أن الشخص يتبرع بدمه، يقدر يتبرع بدمه ولا ما يقدر يتبرع بدمه. بالتأكيد دكتورة، ما نطول وناخذ اليوم معانا فقرة التغذية، بتكون معانا الأستاذة فاطمة الخروصي في فقرة التغذية. دكتورة بتكلمنا عن شو الأستاذة فاطمة؟ طبعا اليوم فقرتنا كالعادة فقرة التغذية فقرة مميزة صراحة، ومواضيعهم يعني متنوعة وتهم. دوم أشكرهم أقولهم صحيح، لأن يعني إعداد فقرة التغذية جميل، والمواضيع يختارونها بطريقة المجتمع بذاته، كل فئات المجتمع تحتاج لهذه المعلومات. بنتكلم اليوم عن أضرار الأطعمة المصنعة وشو هي بدائلها. طبعا من دون شك الأطعمة المصنعة تظل محل شك وريبة فيما يتعلق بالأنماط الصحية والغذائية السليمة، ومع استمرار الدراسات والأبحاث اللي تكشف من يوم الآخر أضرار هالنوع من الأطعمة إلا أن اعتدنا عليها وطبعا مستمرين في تناولها. ربما ليش؟ لأن ما نعرف حجم الضرر أو ما نعرف حتى بدايلها المفيدة، وهذا الشيء بالتحديد بتحدثنا عن الأستاذة فاطمة الخروص، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صح، صبحت الله بالخير أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا، صباح النور والسرور. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك حبيبتي. اليوم طبعا موضوعنا جدا مهم، وبنتكلم عن أضرار الأطعمة المصنعة وشو هي بدايلها. طبعا في البداية حابين نتعرف شو نعني بالأطعمة المصنعة. أيوة، بالنسبة للأطعمة المصنعة هي عبارة عن شو يعني، هي عبارة عن أطعمة كانت طبيعية ومرت بمراحل وعمليات تصنيع كثيرة، مثل عمليات كيميائية وميكانيكية، خلت توصل للمستهلك بطعم ألذ، بطعم محسن عشان يتقبلها الإنسان نفسه أو الاستهلاك الآدمي زي ما نقول، وتحضرت أو انحطت في شكل حاويات أو علب أو أي يعني مواد تخزين. نعم. أو بلاستيكية مثلا أو علب. في النهاية بس بغيت أذكر شو يعني عمليات كيميائية وميكانيكية. كيميائية يعني ضفت لها بعض المواد وشليت منها مواد، يعني هي أكيد تعرضت لدرجة حرارة معينة فاضطريت أن أضيف لها بعض المواد الكيميائية اللي تحسن من طعمها، أضيف لها أشياء معينة يعني الاستخدام الآدمي. أما بالنسبة للميكانيكية إن هي دامها دخلت من مرحلة أطعمة طازجة إلى مرحلة التصنيع اللي هي استخدام الأجهزة، الأدوات، الطحن، تكسير مثلا، تخزين، هاي كلها تعتبر أنها دخلت عمليات ميكانيكية، وتكون في النهاية بالدرجة الأولى أن هاي الأطعمة مدة تخزينها شهور أو سنين. هذه محتوى الأطعمة المصنعة. نعم أستاذة فاطمة، لو بنتكلم نقول الأطعمة المصنعة مثل ما نعرف ما تظهر نتائج يعني مباشرة أو سريعة الأضرار، هذا اللي يجعل هذا النوع من الأطعمة نقدر نقول ضار؟ هو طبعا لأن الأطعمة الضارة يعتمد على الاستخدام المتكرر لها والمستمر، وخبرت شو الأسرار اللي يخلي الشخص دائما يستمر فيها، وطبعا على المدى البعيد أكيد يأثر على الأشخاص. يعني أنا من الحالات اللي توصلنا مثلا واحد عنده ما كان عنده زيادة وزن يعني فترة تم استمر على بعض الأطعمة المصنعة بعد ما أخذنا النظام الغذائي اللي هو مستهلك ناخذ عن التاريخ النظام الغذائي اللي ياخذه، تبين أنه معتمد على نوع معين مثلا منتج معين مكتوب قليل السكر، لكن ما ركز أن هذا قليل السكر في نسبة عالية من الدهون اللي خلت وزنه يزيد، فاهمة؟ فهو فكرته أنه في سكر قليل معناته أنا ما بيزيد وزنه، لكن نسى أن السعرات الحرارية ممكن تأتي من الدهون. الشيء الثاني، بعض الناس مثلا ممكن يتعرضون لارتفاع في ضغط الدم، خاصة إذا كان عندهم أوزان عالية أو إذا كان عندهم أصلا تاريخ عائلي لرفع الضغط أو يعني ارتفاع الضغط، والسبب أنه يأخذ أطعمة مصنعة فيه كمية كبيرة من الملح فأدت إلى ارتفاع ضغط الدم، ممكن تؤدي إلى سكتات دماغية في المستقبل إذا ما تم يعني يعني مثل ما نقول مراجعة الدكتور أو أدوية، أو ممكن تسبب أمراض ثانية.
حد من الناس مثلا سبب له انخفاض في المغذيات الصحيحة، أو مثلا نقول إحنا فقر دم، أو مثلا انخفاض في بعض الفيتامينات والمعادن، السبب أنه معتمد على أطعمة مصنعة فقيرة من هاي الفيتامينات والمعادن، أو الناس اللي مثلا دائما مش يشتكون من مشكلة الإمساك حفظ الله، أو مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب قلة الألياف الموجودة في الأطعمة المصنعة. أما يوم بيباكل مثلا الأطعمة الجاهزة أكيد الأطعمة عفوا الطبيعية أكيد فيها خاصة خضروات وفواكه ألياف عالية، فتساعد على أن أنا تحسن من الجهاز الهضمي عندي. بعض الناس ممكن يصابون بالالتهابات وما يعرفون شو أسبابها، ممكن يصابون الرب وما يعرفون شو أسبابها، وفي أن استخدامهم بعض الأطعمة المصنعة فيها دهون محولة أضافوها خلال التصنيع، فسببت لهم الأشياء مثل الزيوت المكررة، أضافت أغذية غنية بأحماض أوميجا 6 لو هي طبيعية، لكن أثناء المعالجة تحولت لأشياء سببت لهم التهابات أو مواد تأكسد خلايا الجسم تسبب ضعف في المناعة. حد من الناس مثلا استهلاكهم للأطعمة أدت في المستقبل يعني بعد على الفترة البعيدة إلى نوع من أنواع العقم بسبب وجود بعض الإضافات اللي هي أو عدلوها مثلا مثل ما نقول معدلة جينيا. فهاي الأطعمة المصنعة تأثر العقم، تأثر على أمراض ثانية مش معروفة، والسبب كثرة استخدامهم لها يعني صحيح. أو استخدام غير ممكن بعد يسبب لهم إدمان. الإدمان ليش؟ لأن أثناء الأطعمة المصنعة في تصنيع الأطعمة هاي يؤدي إلى انطلاق بعض مادة أو إضافة مادة يسمونها الدوبامين. هاي المادة معاملة كذا معاملة الإدمان أو إدمان في بعض العقاقير، بسبب كثرة استخدامه لهاي الأطعمة خلاص تعود على هاي الأطعمة فترة طويلة، فسببت له إدمان، يقول لك أنا ما أقدر أوقف الأطعمة هاي أو أستغني عنها أو أستغني عنها. أيوة، فهالشيء اللي يخلي نحن نقول إدمان في الأطعمة المعلبة. نعم أستاذة فاطمة الخروصي، طبعا لأن يعني نقدر نقول لضيق الوقت اليوم، إذا بنقول كيف ممكن الشخص يتخلص من هذا الاضطراب، كيف ممكن يقلل من تناوله للأطعمة المصنعة، كيف ممكن أنه يسوي مثل ما نقول توازن أو اعتدال في موضوع تناول هذه الأطعمة؟ هو يعتمد على الشخص واستخدامه. يعني إذا الشخص مثلا يستخدم 70% 80% من أكله أطعمة مصنعة، يرجع مرة ثانية ويحاول يقلل بالتدريج. يعني أنا مثلا بدأ ما أخذ أطعمة من خضروات وفاكهة معلبة، خلاص أوقف شوي الأطعمة والخضروات الفاكهة اللي هي المعلبة، وأخذ الطازجة وأجرب أسبوع، بعد أسبوع أشوف شو الأشياء اللي أنا مثلا بقوليات أنا كنت أستخدمها معلبة أحاول أخفف منها. أنا عارف كم استخدام خلال الأسبوع بحاول أقلل. الشيء الثاني أخذ البديل، يعني أنا مثلا بدأ الشيبس اللي هو عند اليهال 24 ساعة تكون الشيبس، سواء حتى الكبار في العمر يأخذون يعطونهم أسهل شيء الشيبس، وهم فقارة يعني اللي ما عندهم أسنان فيشوفون بسرعة يذوب ويأخذونه. فهذا شيء أنا أقدر أعطيهم بديل، مثلا خضروات، مثلا أشياء مملحة أنا روحي أسويها في البيت، أطبخ لهم بطاطس مثلا طازجة في مثلا الإير فراير أو الجهاز اللي هو اللي أستخدم فيه نسبة الزيت أقل، فأعطيهم البديل. الوجبات المجمدة مثلا بدل ما أخذ كميات كبيرة من الوجبات المجمدة أخذها مرة أو مرتين في الشهر، باقي التصنيع يكون عندي أنا في البيت. أحاول أن أنا أتبل اللحوم والدواجن مثلا اللي عندي مع مثلا تتبيلة معينة، حسق أقلل فيها الدهون، أقلل فيها الملح، بحيث أن أضمن أنه وصلت عندي شخص كبير في العمر، عندي أطفال وصلتهم بطريقة سهلة وتتجمد عندي لمدة يوم يومين. وخلال استخدام هذا أستخدمه. عندك مثلا الفشار أو البوبكور، ممكن أنا بدل ما أخذ هذا الجاهز اللي يكون فيه نسبة دسم عالية وحطه في الميكرويف، أخذ الحبوب اللي هي تو بالكيلو وأنا أضيف الملح وأضيف الزيت مثلا، وغالب الأطفال يحبون مثلا الشيء المقرمش، فإذا أنا استخدمتها بدال الشيبس اللي أنا أعطيهم إياه أفضل صحيا. عندك مثلا اللي هو الكورنفليكس، في أطفال يحلل لهم يوميا كورنفليكس أول الصبح، فأنا ممكن أعطيهم مثلا شوفان، أعلمهم عن الشوفان مع الحليب، الزبادي مثلا مع الفواكه أو العسل، إضافة مثلا البيض مثلا ومكسر مثلا مع أي نوع من الخضروات اللي تفيدهم. الحلويات بدل ما أخذ الحلويات المسكرة واللي نسبة سكرها عالي، أخذ اللي فيها نسبة مثلا دارك شوكولت أو الشوكولاتة الداكنة أكثر بنسبة 70 أو فوق 70، بحيث أن أنا
ما أمنع نفسي أشبع رغبتي. صحيح، وأشبعها كذلك بطريقة صحيحة يعني، أيوة وبدايل صحيحة، وبدايل طعمها حتى يعني مثل ما نقول لذيذ، وطعمها يشهي والجميع أكيد يتقبلونه يعني. أكيد وهذه بدايل يعني، نشكرك أستاذة فاطمة إنك طرحتيها، وكل بديل يقني عن شو بالضبط من الأطعمة المصنعة. أستاذة فاطمة طبعا موضوعنا جدا شيق صراحة، ويمكن حلقة واحدة حتى ما تكفي، صحيح، ونشكركم على طرح هذا الموضوع اللي هو على أضرار حسب الأطعمة والدتك. المصنعة والجميل أن والبدائل. طلعنا بالبدائل أيضا دكتورة. صحيح، الجميل أن طلعنا بالبدائل، ما قلنا لهم لا صحيح تستخدموا أو قللوا يعني، نعم طرحنا البديل أساس نسهل للناس كذلك كيف تبدله لمنتج صحي ومفيد وتدرج في لجسمها. استخدامه، يعني تدرج في أن احنا نبتعد عنه بالتدريج. يعني ياما ناس يدخلون أن يبغون يقللون من هالشيء، وعطيناهم بعض الطرق أن يقللون الكمية، مثلا لمدة شهر أنا أستخدم هالكمية، هالمرة باخذ نصف الكمية، صحيح وشوي شوي بيتعلمون، وشوي شوي بأفراد العائلة كلهم بيتقبلون الشيء هذا. صحيح. الأستاذة فاطمة الخروص اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي، شكرا لك. مع السلامة. مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء حياكم الله ويانا مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بننتقل الحين لموضوعنا في فقرتنا الأخيرة لليوم آمنة، وموضوعنا جدا مهم، ويمكن أعراضه تطلع على الشخص بعدة طرق، وجدا مهم لأني أثر على حياة ناس كثيرة ويأثر على حتى نمط حياتهم. بنتكلم اليوم عن اكتئاب ما بعد الولادة. اكتئاب ما بعد الولادة هو اضطراب مزاجي مرتبط بولادة الطفل، ومن بين أعراضه الحزن الشديد، الإعياء، القلق، نوبات من البكاء، وغير ذلك من مشاكل صحية ستحدثنا عنها اليوم ضيفتنا في برنامجنا الدكتورة سارة عبد الهادي علي، أخصائية النساء والولادة بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة سارة. صبحكم الله بالخير، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك. طبعا دكتورة سارة والله لا يجيب اكتئاب حق حد ان شاء الله ولا غير الولاد. ان شاء الله ان شاء الله. دكتورة يعني الموضوع جدا مهم، ومرات اعراضه تطلع مو بس حزن شديد، ويمكن الشخص يحس بحزن شديد بس ما يعرف يعبر عن هذا الحزن، او تختلط عنده هذه الاعراض كلها، وخاصه لفتره ما بعد الولاده يعني، خاصه في يعني تحس الوحده مسؤوليه جديده، الطفل جديد. يعتبر كموضوع يعني مفرح. أمس سمعت دكتورة نفسية تقول أحيانا حتى الأشياء المفاجئة حتى لو كانت مفرحة ممكن تسبب للإنسان قلق أو مثل ما نقول اكتئاب. صحيح. والجزء أنه هي مسؤولية، كيف تهتم في الطفل، كثير من الأمهات خصوصا الأمهات الجدد صحيح. يعني في وايد أشياء يعني تواجهها مع الطفل هي مش عارفة كيف يعني تحلها. صحيح. فما تراكم المسؤوليات هذه والضغوط النفسية والقلق يؤدي إلى الاكتئاب ما بعد الولادة. صحيح. دكتورة حابين ناخذ نبذة عن هالنوع من الاكتئاب، وهل يصنف هالنوع من الاكتئاب أنها حالات نادرة أو أنها منتشر بنطاق واسع كذلك؟ لا طبعا هو اكتئاب ما بعد الولادة طبعا هو اضطراب نفسي مثل ما تفضلتي. نعم. ممكن يشمل أعراض واضحة للاكتئاب مثل الحزن الشديد، القلق، نوبات من البكاء. عادة هذه الأعراض الواضحة نشوفها في أول أسبوعين بعد الولادة، احنا نسميها بوست بارتم بلوز مش اكتئاب. نعم. لأن عادة أغلب السيدات خلال 14 يوم الأولى الأعراض تختفي وترجع لطبيعتها. صحيح. تقريبا 80% من السيدات يصير معاهم هذا، هذا طبيعي تقريبا بعد الولادة. نعم. طبيعي أن السيدة تكمل هذه الأعراض يعني لما بعد الـ14 يوم، ممكن وحتى ممكن تظهر بعدين، يعني ممكن تظهر بعد شهر من الولادة، بعد شهرين، لين مدة سنة. أي من هذه الأعراض اللي بنذكرها بعدين لو ظهرت تعتبر اكتئاب ما بعد الولادة. بالنسبة للاكتئاب ما بعد الولادة بشكل محدد، مش البوستبارتم بلوز وايد
يعتبر منتشر تقريبا 80% من السيدات، ولكن الاكتئاب يحصل تقريبا في 15% عند السيدات ما بعد الولادة بعد الإنجاب. ومو بس السيدة، الوالد بعد، الأب ممكن يصير عنده اكتئاب ما بعد الولادة. تقريبا من 1 إلى 26% من الآباء ممكن يصير عندهم اكتئاب ما بعد الولادة. نعم، بس طبعاً يعني سبحان الله حتى مثل ما نقول الأعراض النفسية أو الأعراض هذه تنتقل يعني من شخص لشخص، يعني مو فقط نعم. الأمراض المعدية اللي تنتقل مثل نعم. من شخص لشخص. نعم طبعا، لأن يعني الأم مثل ما تقولين هي جوهر الأسرة، الأسرة تلتف حوالينها، فلو كانت هي مش مرتاحة أو مكتئبة أو قلقة أكيد مشاعرها هذه بتنتقل للأشخاص اللي حواليها. صحيح أكيد. بس دكتورة شوي الصوت عندك مو واضح، إذا كنتي حاطين سبيكر تشلينه أو سماعة في شوي وشوشة يعني معرقلة السمع. أوكي، السماعة يمكن؟ يمكن. نعم الحين إن شاء الله الصوت أوضح؟ نعم الحين أوضح. دكتورة طبعا لكل مرض أو لكل يعني تكون لأسباب لهذا المرض، فحابين نتعرف أكثر عن أسباب الاكتئاب ما بعد الولادة وشو أعراضه بالتفصيل. الحين للاكتئاب ما بعد الولادة في أسباب كثيرة. نعم. بعضهم يقولون أن ممكن الأسباب تكون جينية مرتبطة بالجينات، أو ممكن ظروف الاجتماعية للشخص، ممكن هي أصلا عندها مشاكل نفسية من قبل وتزيد عليها الولادة أن تظهر عليها أعراض الاكتئاب. نعم. ممكن الهرمونات نفسها، الحرمان من النوم، الإرهاق بعد الولادة يؤدي إلى أعراض الاكتئاب. صحيح. فما حد يعرف بالضبط شو السبب اللي بعض السيدات يصير عندها اكتئاب وبعض السيدات ما يصير عندها اكتئاب، ولكن في أشخاص احنا نسميهم الأشخاص أو الشريحة اللي هي عالية الخطورة، اللي نحن مثل ما تقولين نحب أن نفحصهم، نسألهم، نركز عليهم. نعم. علشان يعني نتجنب أنه يصير عندها الاكتئاب، أو لو لا سمح الله صار ممكن إحنا نعالجها من وقت بدال ما يتطور ويوصل مراحل شديدة. ممتاز. أيضا دكتورة إحنا يعني مثل ما نقول يعني من وقت قريب في برنامج صحة وسعادة عرفنا أن هناك أخصائيين نفسيين موجودين في مستشفى لطيفة للنساء لمثل هذه الحالات، فنحن نعم. نقول اللي يعني للأم الوالدة في مستشفى لطيفة واللي بحاجة الماسة مثلا تشوف عمرها مو بأسبوعين، الموضوع طول مثل ما قلتي دكتورة أسبوعين هذا يكون شيء طبيعي، أول أسبوعين للأم تصيح وما تقدر تنام. أسبوعين يعني سوري أقاطعك، يعني حتى الأسبوعين السيدة اللي تشوف عمرها تعبانة مش طبيعتها مش قادرة تأدي وظيفتها، حتى في الأسبوعين إحنا نساعدها يعني. صحيح. الأخصائية النفسية في ناس ما يعرفون هالخدمة أيضا. نعم. يا دكتورة يعني هي الأخصائية النفسية موجودة لمساعدتها، وإحنا أنا دائما أقول للمرضى هذا لا يعتبر عيب ولا وصمة زين، لأن يعني هذه ممكن هي تعلمت تمارين تنفس بسيطة أو تكنيك معين تخففين أعراض القلق والتوتر اللي عندك، وبالتالي تتجنبين أنك توصلين إلى مراحل متطورة من الاكتئاب. صحيح. تخلصين مثلا على البلوز اللي هي على 14 يوم وخلص. فإذا أنت تحسين روحك مرتاحة زين، مو عيب أن تقعدين معها وتكلمينها، أو حتى مثلا أو على فترة أغلب هذه الجلسات سرية وأغلبها يعني تكون جدا خصوصية مع المريض. صحيح. يعني بينها وبين الأخصائية النفسية فقط مهما قالت ما يطلع عن نطاق هذه الجلسة زين، فهي ممكن تريحك، ممكن تعلمك طريقة تمارين معينة لو مارستيها تخففين التوتر أو المشكلة اللي بتسبب الاكتئاب. أكيد دكتورة يعني موجودة عندنا يعني ممتازة. دكتورة يعني متى السيدة يعني أو يعني السيدة تبتدي يعني تحس بهاي الأعراض، يعني بتقولك شو الأعراض اللي أنا أحس فيها أساس ألجأ بداية أني أتعرف أن عندي هذا المرض اللي هو اكتئاب ما بعد الولادة أو البلوز، وبعدها ألجأ للطبيب يعني للأخصائية النفسية، فشو هي الأعراض اللي تتعرف عليها يتعرف عليها الشخص، أو حتى مرات الشخص نفسه ما يقدر يتعرف عليها يعني على حسب حالته النفسية، اللي حواليه يقدرون يتعرفون على هذه الأعراض ويشوفون يعني أعراض ابتدت تطلع، شخصيته ابتدت تتغير. إنزين الحين في أعراض واضحة. نعم. الشخص يحس فيها. صح. مثل ما أنت قلتي يحس عمره قلق، يحس عمره حزين، يصيح، تصيح ممكن تصيح بدون سبب.
تحس عمرها دائما معصبة ومتهيجة دائما لأي أسباب تافهة. وممكن لا ممكن الأسرة تلاحظ أن في مشكلة لأن الشخصية هذه تغيرت عن قبل. صحيح. مثلا أن الأم مو قاعدة تهتم بطفلها بالشكل اللي هو المفروض أو أنها تحاول تبعد عن الطفل. ممكن أن هي دائما مش قادرة ترتاح، نمط نومها تغير، حتى لو هي حصلت وقت في حد يساعدها لا تحس عمرها هي مو قادرة تنام. صح. طريقة الأكل تغيرت، يا أما قلة شديدة يا أما تاكل زيادة أشياء ما كانت تاكلها قبل. دائما تحس عمرها تعبانة أو يلاحظون أنها تعبانة وخاملة حتى لو هي ما تكلمت. سوء العناية بالنفس ببساطة، هي الزوج يقول لك زوجتي ما تسبح، صار لها مثلا أسبوع ما سبحت. فهذه الأعراض يلاحظونها ممكن الأسرة وينبهون عليها المرضى، يمكن هي تكون مشغولة دائما وما تنتبه على نفسها، بس فرد من الأسرة ينتبه أنها في مشكلة، يعني هذا الشخص مو نفس ما كانت. صحيح، وهذا يعكس كذلك أن هذه الأعراض ما تنعكس على الشخص نفسه، بعد تنعكس نعم. على المجتمع اللي حواليه. فحابين نتعرف أكثر عن تأثير هالاكتئاب ما بعد الولادة على ما نقدر نقوله، يعني ينحصر على الأم كذلك ينحصر على المحيط اللي حواليها. نعم، الحين أهم شخص ممكن يتأثر بالاكتئاب ما بعد الولادة هو الطفل طبعا. صحيح. لأن ممكن يوصل الاكتئاب ما بعد الولادة إلى حالات الذهان أو سايكوسيس إحنا نسميها. نعم. والأم تأذي طفلها للأسف وهي مش واعية لنفسها، يعني تقريبا في حالات نادرة أن الأم تقتل طفلها وهي مش حاسة بنفسها بسبب المراحل المتأخرة اللي هي وصلت لها. فيعني اكتئاب ما بعد الولادة جدا حالة يعني ممكن تصير خطيرة جدا، وفي المقابل لو عرفتيها من وقت وشخصتيها علاجها بعد سهل أكيد. فالأهم شيء هو الطفل، يعني الأم اللي تشخص أن عندها اكتئاب ما بعد الولادة ضروري جدا أن يكون دائما في سبورت، في دعم من ناحية الأسرة من ناحية المجتمع، إذا في أقارب دائما يكون في مساعدة معها علشان يتأكدون أن هي تعتني بالطفل العناية الكافية. صحيح. أن هذا الطفل مش في خطر. صحيح. أن هذا الطفل يتغذى بشكل طبيعي أو زين، لأن أغلب المتأثرين هو المولود الحديث، هذا الطفل هو اللي أكثر واحد يتأثر بأعراض الأم. نعم. لو هي مش قادرة تعتني بنفسها أكيد ما بتقدر تعتني بطفلها. دكتورة، عشان شيء أهمية الفريق الدعم اللي يكونون اللي هم الأسرة الأهل، فالحرمة الوالدة ما يفضل أن هي تقعد مثلا تقول يلا أنا بسوي. الحين النمط السائد أن الأمهات اللي داد ما شاء الله عليهم تولد تروح بيتها ترد بيتها، يعني إحنا قبل اللي تولد تروح عند أمها تروح عند خواتها تروح عند حد، فإحنا ما نقول هالشيء لضعف المرأة أن هي ما تقدر تسوي هالمهام أو أن هي ما تقدر تجيب عاملة تساعدها. كثير أمهات الحين يبولهم عاملة وهم وما شاء الله عليهم على وعي، يعني وهذا مو بغلط بعد، ولكن الحين نقول أنت ما تدرين في هالأربعين يوم كيف بيكون هذا الطفل. على الأقل أول أسبوعين فريق الدعم دكتورة اللي هم الأسرة والعائلة أحس لهم دور كبير حوالينها. فكيف ممكن دكتورة أن المرأة غير فريق الدعم غير الأسرة كيف ممكن أن هي إذا شعرت بالاكتئاب أنها تتخلص منه؟ طبعا اولا التثقيف او التعليم ان هذا مش عيب، مش حاله نادره، مش حاله شاذه. غير الاسره ممكن دائره الاصدقاء تساعد بعد. صحيح. اذا الاسره عندها اصدقاء مقربين ممكن يشكلون جزء من هذا الدعم. ممكن الام تلجأ للمتخصص النفسي او الاستشاري النفسي المناسب، يعني في بعض أنواع العلاجات اللي هي العلاجات الجماعية، أن الأم تدخل في جروب أمهات عندهم نفس المشكلة هذه. صحيح. والكل يتحدث عن نفس المشكلة ويقترح. دكتورة هنشوفها في المسلسلات عندنا في هني موجود. نعم. هي الصحة. هذا يخفف على الشخص. نشوف الأجانب كدالة. حتى يشوفون الموضوع ترى وايد عادي دكتورة. ليش؟ لأني يخفف على الشخص أنك أنت تشوفين هاي المشكلة ما بس عندك أنت، تشوفينها. نعم. عند أشخاص ثانيين، يمكن في العائلة أنت أو الوحيدة أو أول وحدة، أو يمكن أنت اللي بينتي أن عندك هالعرض. في ناس من النوع اللي تكتم، بالعكس هالشيء يزيد الحالة سوء.
بس فهالشيء هي فهالشيء يريح، أن تحسين في حد عند نفس مشكلتي، فالشخص يرتاح ما يحس أنه هو الوحيد في هالعالم اللي عنده هاي المشكلة، وخاصة يوم نوصل لمرحلة الاكتئاب. يمكن دكتورة أنت عارفة هالشيء أكثر حتى عنا، أن الشخص يحس أنه يعني هو كأنه معزول، وأن كأنه هاي المشكلة اللي عند عليه يعني. هي هي كأنه وصمة عار. ويمكن كذلك بعد يعني الأهل يراعون الشخص، يعني ما يعتبرون أن هاي تدلع بعد الولادة، هاي تصيح أتبه الأسباب، هالشيء يزيد حالة. إذا في أمهات يسمعونا ترى ركزوا شوي، ركزوا حبتين حبتين. إنه مو شرط البنت صدقت دكتورة تدلع. هي لا، العلاج الجماعي الحين في وايد مراكز صحية. الحين أنا الصراحة ما عندي معلومات عن الإمارات، ممكن الأخصائيين النفسيين يفيدونكم أكثر مني، ولكن في جروبات عالمية يعني انت ممكن تدخلينها اونلاين، حتى مش لازم تكونين حاضره فيزيكال يعني بشخصك، ممكن تسوينها زوم كول او فيديو كول مع الجروب هذا وتسمعينهم ويسمعونك عادي. نعم، يعني خصوصا جميل التثقيف ايضا. هذه الجروب كولينج يعني صارت منتشره. صحيح. أكيد دكتوره، بس لازم الشخص ايضا يتاكد من ان هذه مثلا نقدر نقول اشياء معتمده، ناس معينين. نعم. حتى ثقافات ترى نحن مشاكلنا ما بتكون نفس مشاكل الغرب وثقافتنا. نعم. يعني احس جروب ويا اجانب ما بيكون نفس جروب مع العرب، لان مشاكلهم تكون مختلفه، مشاكلهم غير عن طبيعتنا. فاحنا نقول دائما حتى دكتوره اذا يعني بنختم هذه الفقره، يعني مع ان الكلام اكيد يطول في هذا الموضوع، ولكن دكتوره اذا بنختم نقول ان ترى مو بشرط كل حد يتعرض للاكتئاب، مو بكل حد يسمعنا يتحرن الحرمه ليوم بتولد لازم تتعرض لها شيء. في ناس وايد ما شاء الله يولدون ويكونون على مستوى يعني من الثقافه يعني كبير. دائما الشيء المجهول هو اللي يخوف. صحيح. بس الام يوم تكون مثقفه نفسها وتعرف انه ممكن شيء يستوي، ممكن شيء يستوي، فتكون على درجه عاليه من الوعي، وممكن ترى ما تدخل، واكيد ما بتدخل في الاكتئاب. يعني هاي نحن نقول دكتوره اذا انت بتفيدينا نسبه تعتبر يعني مو بكبيره. صحيح. لا 15% عشان ما نخوف حرام الامهات اللي داد الصغار. لا 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 طبعا لا طبعا، وان شاء الله اذا حصلت الدعم المناسب وعلى قولتك ثقفت نفسها اكيد 100%. حتى لو شافت هذه الاعراض ممكن هي بنفسها تثقف نفسها عن طريق المواقع العلميه، شو الاساليب او شو التكنيكس اللي ممكن. صحيح. هي تاخذهم او تمارين التنفس المعينه اللي تقلل من توترها، ولو شافت عمرها هي وايد تعبانه وتحتاج استشاره متخصصه. طبعا المستشفيات دائما مستشفى لطيفه، والاخصائيين النفسيين جاهزين نساعدهم، وحتى على مستوى اطباء النفس احنا دائما انا اقول حق المريضات اللي احسها زعلانه وكذي، مو عيب مو عيب والله. صحيح. انت تقولين انا تعبانه نفسيا، يعني النفسيه نفس الجسد، يعني ما في فرق. اكيد النفسية تهم أكثر من الجسد، يعني ممكن أنت تكونين تألمين، ولكن إذا نفسيتك ومعنوياتك عالية الألم النفسية دكتورة يمكن الناس ما يشوفون الألم النفسي، ولكن الألم يعني إذا كان ظاهر أو مثلا ألم جسدي ممكن الناس تشوفه، فعشان كذي الألم النفسي أصعب. صحيح. يعني في التوضيح. صحيح. نعم دكتورة، طبعا شكرا على هاي المداخلة الجميلة وحوارنا عن اكتئاب ما بعد الولادة، وحديثك بصدر رحب، وانك انت ايضا احد الداعمين للنساء في مستشفى لطيفة. شكرا لك دكتورة سارة على هاي المشاركة الطيبة وعلى وقتك الثمين. احنا عارف ان امس كان عندها شفت ليل والدكتورة المفروض الحين نايمة، يعطيك الف عافية دكتورة بس شكرا على هاي المشاركة الطيبة. العفو. وإن شاء الله ما نشوف أي حد عنده اكتئاب ولاد، لا بعد الولادة ولا غيره إن شاء الله، لأن هذه يعني هاي نقاط جدا مهمة وانطرحت وموضوع جدا مهم. نعم. يعني يمكن كثير من الناس أو الأمهات تحس بهالمشاعر بس ما تقدر تعبر عنها أو تقولها. بالتأكيد. يعني دكتورة سارة عبد الهادي علي، أخصائية النساء والولادة بمستشفى لطيفة، شكرا لك على مشاركتك، شكرا لجميع الجهود اللي تقدمونها في المستشفى. العفو. شكرا دكتورة سارة. مستمعينا الكرام، وصلنا مع دكتورة عاشة البسطي إلى ختام فقرات برنامج صحة وسعادة. نتمنى أن اليوم قدمنا لكم كل ما هو مفيد وممتع في نفس الوقت. طبعا آمنة حلقتنا كانت ثرية اليوم ما شاء الله. نعم. المواضيع كانت متنوعة وتطرقنا المواضيع كثيرة. بالتأكيد. الحمد لله، ومواضيع تهم فئات كثيرة من المجتمع كذلك.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام برنامج صحة وسعادة. أحب أشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك من نور دبي نشكر مخرجنا المبدع دايما نمر محمد، وأشكر الزميل أحمد سلامة في التنسيق والمتابعة، وبالتأكيد الشكر موصول لك دكتورة عاش البسطي. شكرا آمنة، يعطيكم ألف عافية جميعا. شكرا لكم، كنت معكم محدثتكم آمنة العلي، وأتمناكم دايما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.